لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتو إلهي إنوغا أوغلادو سيوني توفيق دي ويدي سنناي وحينو كهالدي دونا حجاب كأيينو كهالدي شيخين شيخ حسن أيا بدمو دا إنو قول ديك وإنوغا ديكي كلمة دي سي قيمة بنايد وكاغا هاللي حشوت وكاغا هاللي سيدي دنا حشود كي حجاب كلامك على صارو أو الله بالله ما أنا حجاب بلا حشودي حجاب معها قبل المسلمة ما دام إنه كهل لنا قبل مسلمة أحلو أن حشوني أن حجابنينا حشود كيجو ما دام يسترنا سيدا أود أحلونا هاي اللبدي وإسلام يستريان حجاب كي حشود كي وياي هاي وحلاقي أبا inaad iga filanaysaan inaan ka hadlo axkaamta xijaabka. In badan baad maqasheen, waana wax ay culimadu ay aada uga hadlaan wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dharka asturaada leh ee uu ilaahay jalla wacala u dumarka muslimaadka u huwiyey. Laakiin bal mawduuca aan dhinac kale aan inaga tuso maanta intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga idmo si aynu fahanno أحكام بدن أو إلى هاي جل وعلا أو دمر كو قاري إلي أو كم ذي هاي حجاب كو أو رجع أي كجد وينهين سيد العلماء ذي نلايهين دع عقل جنا وكان أيو وإن نفهمنا إن تيران وحلا يرى فوارق وحابا أي كو كل دوينهين لبك يددك فوارق راسية وحابها رجع الدمر كا أما لبك لبك يددك أي كو كل دوينهين قار وحي لحي لان دين عجسدك شركة قفك بلا آدميك دمر يرق قار با نفسيادة يو إحساسك معنوية رقية دمرك أي كوكو لدوينهين وحي ترى فوارق لان عالشرعيك إلهي سبحانه وتعالى وكوكو لدوي رقية دمرك هذا با فوارق داسي يو وحي بها إنو لانا هاي رقية دمرك وي كوكو لدوينهين وكوصغن قدرا وشرعا وحسا وعقلا بل انت عن معنى ايو وحين لي وحيا بها الرقية دمرك اي كوكو لدوينهين وحا اي كوسغنهين دين عقدرك وحا وير وا الهي با قدري دي انو قفكي من نقو لب نقضو من نقو ددق نقضو شرعا نوي سغنهين دي احكام بدن او شريعة كوسغن aya ragii dumarkii ay ku kala duwan yihiin inkastoo sida caamka ah ama sida guud ay de ragii dumarkii ay sida nabi sallallahu alayhi wasallam u yiri an-nisaa'u shaqaiqur rijal dumarka ragga laga soo jeexay yani waxa loo jeegaa wa nadairur rijal ba laydi ragii bay lamid yihiin an-nisaa'u shaqaiqur rijal wasi yagii ba laga soo jeexay marka إن وحي علمضوا أي كدر أنا كاسوا حديث كنبيجا النساء وشقائق الرجال وحي كدر يعني علمضوا إلا ما خصه الدليل وحي ودليلك أما الرجع كجار يري حكرا أما حكم وإله سبحانه وتعالى الضمر ككجار يري مو يعني أحكام تي كلاش شريعة إلى هاي دشي رجي يضمرك وأي كسي ميهين أو حبكم كردونا إلهي سبحانه وتعالى وحو رقية دمرك كاسمي دواء إن خليف كان إلهي دول كان خليف ويهين إن دول كان عمران وإلهي عبادستان وحي كاسميهين إن أصوشي ووينيد الدين تا مالك ما أنت أهسي للتوحيد كيوكلة أخلاق دي وإلى أخلاق هو أصل أسل الدين تا كمدا يتعي
وهدي أخلاق يعني ماشي كبحرو دينتي وحبه ومهرن وحي كسميه المال كان ما أنت عبادة لله لعبادة استو إلهي جل وعلا في كتاب كيس القرآن كوكيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادتكم كومنا أن دمركم رجمكم كومنا دمركم كومنا إلا ما ذي بوحى أي كسميه إن إلهي عبادة استان وأي قبل الصلاة دي بتكون إسا حلق الصلاة دو بنانا يدو يسوم إسا حلق يسوم كو بنانا كتاب كي قرآن كهو أخرسان إسا عالمات من نقون كرتا ذكر إله ببطسان إسا قيام الليل كي بتكون إسا صوم كي تطوعها أي سمان إسا عمل الذي إله لو قل لوان أي عبادة ها سيدا رجل لو شرعيي دو مركين ولو شرعيي وحي كسميه إله سبحانه وتعالى إنه لا جل وعلا أجر كينا ولبدو ذيبا وقبلن قاضي إلى سبحانه وتعالى كتاب القرآن وحكيري من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي إلهي بل أيضا أيتها الأخوات ما دام درس ودمرك وكصعده بل أيضا وفرصده إلهي جل وعلا وحكيري من عمل صالحا أحد كي عمل صالح السمية من ذكر أو أنثى أمد لب أمد ددجة وهو مؤمن وشرط ويان وهو مؤمن ومؤمنة إلى روحه فلنحي أنه حياة طيبة وحن نوريسين دونا أمد ددجة هالنقضة أما اللب هالنقضة ما دام المؤمنين عمل صالح أنا إسميين إلى روحه فلنحي أنه حياة طيبة إلى نولون أكسن هاي نوريسيو نرشا وين أكسن آخرية تنظر معها وحويان الدنيا ذن أي حياة الطيبة يكون ورانيان وحويان إيمانك يا عملك الصالحة وحلقوه لا سعادة يا اللي بانت أي لقوه لا آخرا الدواب حلكيك وي هذا با هدين نري ده رجي يضمر كي إلهي سبحانه وتعالى ساسي أيو أبو ري أو فوارقنا ويقول حيسا وحويان فوارق داسي القرآن كي يقول الشيء إلهي سبحانه وتعالى حكاية عن امرأة عمران وحا إلهي سبحانه وتعالى كويري وليس الذكر كالأنثى ذكرك لبك ددق لما مضاها وحا نيسكو مذهن دوان تنصور شيئون وحاويان دينا عجل كوغا دينا عن نفس الدودة دينا مقررسة أحكام الشريعة وحويان دي اسكوميد ماها عقلي باين تصايا او ارقي باين تصايا او شرعي ايا انو بيامين اي ان رقي دومر كي آني اسكوميد آهين وحكالو لو باين لحصوصنا بو الهي سبحانه وتعالى وحو ليه اللب ارادة ايو ليه الهي اللب الدونتان ايو ليه مدوح لغو مغعبا الارادة الكونية ولحريدا قدر كإلهي وحقدرها يو يا أبور كإلهي لحريدا تكلنا وحويا والإرادة الشرعية الدينية بالله لحظة هو إرادة أيضا لحريدا محي وشروعا يا أحكام دينتا إلهي سبحانه وتعالى ونودجي لماذا إراده إلهي وقو مدأه قدر كيسي أو قفنا لبو كدقي قفنا ددك بو كدقي قف حويان قف دربو كدغي قف نو قف قامن قف عافيمات بوسيه قف عافيمات بو كقادي وهكذا اقدارته الهي ساسي كصوتي او دونيسته الهي با دوني الهي با دوني ان وحاسي كونكيسا اي او غدعان تاس كو ايراديس كونيغا ويان وحنا كميدا هدين محاضرتين ان كو تنبقنو دي الهي قفنا دد لبو كدغي قفنا ددك بو كدغو وا ايرادتي الهي اي كونيغا هيد ويان دونست كري إلهي وليهي وإرادة الشرعي قوية أوامحي وأوامر بودجي أحكام بودجي أحكام تاسينا دي وحكم إذا يولا رقية دومرك أي قودهان أحكام تشريع هذا أي كم دي سيهين هدنا دي وحويا وأوامر وإلهي أحكام وإلهي رقى كبقار ياري قارنا ودومرك كبقار ياري محا الدليل وحا الدليل قولك إلهي سبحانه وتعالى إيه ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق إلهي سقى أبورك إسكاله وإرادة دي سي كونيه هيد واتي أبورك والأمر وإرادة دي شرعي إيا حكمك لهيد وما أنت الأوران مايو محو إلهي سبحانه وتعالى
oo dumar kara ahkaamta ugu dajiyay raagana oo ahkaam kale ugu dajiyay hadaba waxa leenahay masaladana u fiirsada ayatu al-khawad hadalka hore ay noo soo gudanadisa ay noo soo ururinaysa waxa uu yahay hadalkaasi labada iraade ee alle uu leeyahay ta kooniga ah iyo ta sharciga ah labaduba waxay ku kulmeen fi taxqiiqi masaalix alcibaad fi taxqiiqi masaalix alcibaad waa xaqiijinta masaalixda bini'aadmigan inay ilaahay bana abuuree oo waxa weeyaan wax walba oo bini'aadmiga maslaxadi ugu jirto oo dantiisa iyo dheeftiisa ugu jirto rijaalan wa nisaa'an waxa weeyaan waxa ku kulmay labada iraado labada doonitaan ee ilaahay ee midi ay tahay iraadadiisa in kooniga iyo abuurka iyo tiisa kale sharciga waxaan filayaa noqdaasi waa gunaanad waana muhiim waxaan rajaynayaa inaad ila fahamteen ayatu ala khawaad ilaahay adduunya aakhiraba haydin sharfo oo haydin karaameeye waxaan leenahay haddaba masalkii oo kale sidaan daliil ugu oogno oo xujiye burhaan aan ugu dhisno ilaahay subxaana wa tacaala in waxyaabaha uu ku gaar yeelay ragga maxaa ka mid a tusaale weyn oo aan laga murmi karayn baa noo soo qabanayaa waxa weeyaan waa nebinimada iyo risaalada nebinimada iyo rasuulnimada ilaahay jalla wacalaa waa shaqo uu ilaahay jalla wacalaa ku gaar yeelay ragga oo keliya ilahay wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi wamaa arsalnaa min qablika إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى إلى سبحانه وتعالى وحو صدر يؤون عليه النبي محمد أذيك هردا صلى الله عليه وسلم ما نان صدر وحان أهين رجأ نؤوحيوني إيغا ومن أهل القرى كمذا مفسرين تهنو مركا آيات مفسرين وحيدا هذين ilaahay ma soo dirin nebi haweenaya qof dumaro nebiya ilaahay muu soo dirin malag nebiya ilaahay oo rasuula muu soo dirin jinni malag oo rasuula ilaahay ma soo dirin qof reer miya oo reer magaal ahayn oo nebiya ama rasuula ilaahay muu soo dirin marka waxay taasi ku tilmaamaysaa ayatu al-khawaad in ilaahay subxaana wa tacaala uu nebinimadii iyo risaaladii uu ku gaar yeelay maxay raggi uunu ku gaar yeelay tusaale labaad oon kaga bixi doonno oo isna inoo caddaynaya xikamka ilaahay waxa weeye ninkii iyo xaaskiisii odayga islaantii markii guriga wada joogaan dee way wada nool yihiinoo ee nolol iyo dhaqan ayaa ka dhexeeya dadku hadday meel iskugu yimaadaanna maanta dee waxa weeyaan daraasaadka waaweyn ee galbeedka laga sameeye managementka iyo administrationka lagaga hadlo waxaa la yidhaha gruubku ama kooxdu waa inay hogaamiye yeelato hadday hogaamiye yeelan weydo waxa weeyaan waxa dhalanaya waxa fowda af carabiga lagu yidhaahdo chaos waxa weeyaan dee fowda inagoo fowda inahna fowda dhacaysa marka waa in kooxdii wada shaqaynaysay wada socotay meel wada jeeday waa inay hogaamiye lahaadaan haddaba guriga hogaamintii yaa leh ilaahay wuxuu u qadaray in hogaamintaasi loo dhiibay ninkii loo dhiibay maaha inuu ninkii ku tasalludaayo oo uu qahraayo haweenadii maaha maaha sida ragga qaarkoodu fahmaan ee waxa weyn hogaamintii oo weliba sidee gobonnimo iyo raganimo iyo diin iyo wanaag oo dhammi ku dheehan yahay oo ixtiraamna ina huwan inuu gurigii ku hogaamiyo alrijaalu qawaamuuna cala nisaa laakiin maanta dee waxa la doonayaa in awaamirtii ilaahay iyo xikamtii in ilaahay isagaa na abuure inta la bedelo oo la qallibo la yidhaaha waxa weeyaan raggii iyo dumarkii inta la ysku hor keeno meeshiina ay dhibaato ay ka timaado qodobka labaad qodobka labaad waxa weeye ayatu al-khawaad ilaahay adduunya aakhira dhammaanteen hayna sharfo hayna karaameeyo waxa weeye maadaama aynu soo sheegnay inay fawaariqu u dhaxaysa raggii iyo dumarkii dhinacyo kala duwan aanu soo tilmaamnay waxa laynaga rabaa in raggiina aanay tamaniyin wixii ilaahay dumarka ku gaar yeelay dumarkiina aanay tamaniyin wixii ilaahay ragga uu subxaanahu watacaalaa uu ku gaar yeelay walaa tatamannow maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd waa ilaahay baa aayadda qur-aanka inuu sheegaya
هتمنينا إما كمثل كوك هلا هذا الميل رجعنا إن الله سوق بتو نبى نبي قوي من صلى الله عليه وسلم سو يا رسول الله يا حق له ونقفل كي يصح بدينا ونعكسن أي أقوم مظن وحنا بيقولي صلى الله عليه وسلم أمك سو هذا هو هذا سو كل هذا هو هذا سو هذا توما أي أقوم هو هذا ما أكيد بقى يجري يجري أبوك بيقول أباها مركا ديني حقوق ذي قدشة ذي وحله الرئيسيي هو يدي باله الرئيسي أبيه ميو أرنكرا أرورتي أنيقا حق أنا له هو يدين أنيقا إنك حق مدن ميو أرنكرا إسكاد دا إنو إراه ده إنو تمنيو لغو باهنا إنو تمنيو لغو باهنا مثل كيو كاله رقي ميو أرنكران وانيو دي أنو قبا جهاد نو لغو واجي بيه سو قران ميسين وديك إيه دافن أيا وحبنا هاي لغوين أيا annaga qudhan laga gooynaya jihaadkii haduu fardu cayn noqdo leeyahay soo baxaa dumar kan maxay ayaga in loo leeyay guriga fadhiya maxaa anagu magaranaysaa dilkan iyo jihaadkan iyo dagaalkan maxaa anagu nolugu waajibi sida dumar kan maana looga dhigo abadan inuu in ragii tamaniyan maaha ragii in tamaniyan maaha waayo ilaahay baa iyaga ku waajibay jihaadkii dumarkiina wax weeyaan de baabkaasi ma soo galiyaan إنك سوامر كقاركود هذو فرض عين نقضوا أي علماء ذو قاركود أي دومر كيف يسوق جلني هذه مقرن سا ركوي مسلمين تا أي قال قبسته دميل لقب حلواي لكن بشكل عام وحويان الرجال هم أهل الجهاد هم أهل القتال بركا إني فردي قال دومر كوي جريها فرديان إني تمنيان ماشوا كم يشرتوا واي وح كم إذا هذا نص نقضوا موضوعنا يعني إما كبلوف يرسلها يتو الأخوات يعني فوارق ذا سير رجية دومر كأود حيا إن قلبا قلبا كلا وحي هيستو إلهي أشرعيي إن تمنيان إلا الديدي بل كوا كورا ما أنت دفرا يا أحكامته وإلهي دمر كيكو قاري علي يا بل ما أنت إذنك إيشيغا إلهي وحليه سبحانه وتعالى كتاب كيس القرآن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كوا ما أنت دفرا يا بلو فيرسو إيه أحكامتي شريعة الديدين إيه دمر كي يرقي إسكو كينايا نقطة ستحاد أما أفرادين راعين يا واحد هاي إما كواحد ترى أفكار هبلها مسلمات كي تام عذا هديكتا لو قلت ديكو تام عذا ودينا عقل قلبيت كي نقاق تميد موضوع عن فوارق دي لحردا وحالا ينادا في كريستيا جندر إكواليتي لما تام عذا دو دلكن كو يالا ميشان أن كنو الله هاي والو قلت ديكا قالان لعكو بحساب so garan mees gender equality gaaladi kristaankeed ba ka qeylisay muhaafidiintii mareekanka ayaa ka qeylinaya fikradan maxay sheegaysa fikradan waxa leedahay farqiga inanka iyo inanta u dhaxeeya maaha farqi abuurad maaha sano kuma soo sheekeen abuurahan bu inanka iyo inanta ay ku kala duwan yihiin iyagu fikra in mabda'an in ilhaadi guuxu leeyahay farqiga u dhaxeeya wiilka iyo gabadha waxa xadida oo sharciyeeya oo macneeyo waa dhaqanka mujtamaa dhaqanka mujtamaa ayaa sharciyeeya inaga waxa leenahay maya waxa awalan abuurka ayaa keenaya waa qadarkii wani niri wax marlabaad keenaya ahkaamta ilaahay oo rag iyo dumarka uu ku kala duway ayaa keenaysa hadana ay tola khawata ka imaado أن يردوا المرأة موضوع حجابك إنه قلنا يده كوهينا قلبنا كوهينا نقاط كان مهم كان صور شيئي سببت أن أعيدوا حويان حبل مسلمات أولون سن إياني من إياقنا قالوا أي كل شقيستان أو إنه قد نحنال أي أمرك حجابك كدوديان وحا أي دعنيان قواعد أن صور شيئي أولان ما يان حجاب كون إيران طويس كقادو ماها ما أنت واحد كلنا والله هاي وقتي ضاد والبل فلسفة ذي وآدي آد لغة سوشقيو قال أيك سوشقي سي أو كده لسان مبادي إسلام كأصلهان كسهور جدا وركان هو قواعد عن سوشقي سوفه من سوفه هني أو يقوى أنت هاي إن رجيو دمر كأفرق قد حيو أبو رهان يشرعهان لبضبا تانا عقلي يحسي إيو أحكامتي قرآن كي سنوه بأي نوت المام أيان أيان واحد لينا هاي
إلهي جل وعلا وحد دمرك مسلماتك كواجبي حجاب كواجبي أحكام تفصيلي قلي ما يو لكن وحندوني أين أنت المامو هورت الحجاب كان أسلهان تيسو وحويان وحسد توس وحريهي أسطرادة يحشوتك لبدأ مبدأ وراشة مسلمات دي حجابني وإن يسيقو تدير أي أفهمتو إن حجاب كان أي حرنتا هاي حجاب كان أي حرنتا هاي وحو ست توسا وحرية هاي لبقى عدو وإن أنت حجاب نيد وإن يحشوتو سكرر ميسين إيو إن أغاتو إن حجاب كان وياهي أسطراد وياهي وحكا أسطرية رقا أي قلوبته بكتو فيطمع الذي في قلبه مرض هذا أفرصه إلهي سبحانه وتعالى أي نوشيغا يرقا قاركود إيمانك كوير يهي أما إيمان بيريبا إن قلوبته عذر كتشرو ما أنت أي نوش لنا عاسوق الصعودة أي أساسا مرون نبا نندن يروحوا تاقين يميل تكانوا هر تاقين إنان دن تيدا إسكوالطا أيو أيان أركي سوغو السلام أيا أنه قلنا وحي إلهي قدره قدره حمانا أركو لله الحمد كما أمسو وانسكا إلى هذا كلمة ديلا مارك أركي إنان تيسكو إسكو سعود هاتا إسنا ميشو تاقين سا إنان تيبو دوليا إنو الله الله إنت ساو اكتب إسكار داخل ساو كل واره هده محاد إنان تو علاقة سا سيروا سلامي وياو كوبني إنات سلام تيو كوبني إنا سلام إمام نوح كلي رحمة الله عليه هو إمام شافعي من أئمة الشافعية ويان لو أنا يفقه شافعي وحلي هدين نن إياها ويني كلي أيسك صهر بحان حتى أنا السلام على موقرا نن إياه جماعة دمر ويسلامي كران جماعة دمر نن ويسلامي كرتا لكن نن كلي جي صعبة إياه قبر كلي جي صعبة إمام نوح كلي إنا السلامات مشروع وما سأقول وياه كل سلام رضيها سلانا كم دون علاقة بكدوني ساسا نقول ورم حدا نتو علاقة صح مركا إن أنت حجابني أولا وقبل كل شيء وإن فهمته حجاب كان مقصود كي يسويني وحشوت يا أستراد ويا نصوص الشريعة هداد ديب أضد بقى الشنا واحد فهم يسا إن مصلح هذا وين إلا قال لي يا حجابكو وحويا و إن أنت أسترناتو وإسكا أسترتكوا إلى هاي ويري قلوبتو ذا عذر باكتشرا عذرك وامحي وحيو إلينا ينوى الطمع فاسدة وحا كتشرا شهوة حاران أي قلوبتو ذا كتشرتا وحا أي دريميا نجاس بي قلوبتو ذا أي كدريميا هذا أنت أنا فعلك أعني هذا أعني وحك رسمين إلى وحي النوت المامية قلوبتو ذا أياب أصلا حمان كتشرتا ولاش مسلمة دي حجابني وإن الدرين سنعاته إن إلهي سبحانه وتعالى حجابك أسيي إني أسرناته ولا تخضعنا بالقول هذا أفرسه إن الحجاب وهذا الرجل مرك هرتها أنتي إسكا قيلين إسا ووحد أنتكوها الله إسا إنا لله وإنا إليه راجعون وحاسي ما عدقنك دمرك مسلماتك ماها هذا حجاب وإنه هذا الكاغو هرتها أولا يعني هذا الكاد أيانا كم موقن شهوات يطمع فاسدين كم موقن يا علاقين كم موقن ما أنا يفيدك الحجاب حجاب كل حكوفة أيدينا يا يعني وامحي إن أنت الحجابا إيه هدرا هذا الكايجي طمع قليل إيسا إيه كل فاق إيسا ما قران إيسا إن شهوات دون كل فاق إيسا إيه مالك كل نجح إيسا ما قران إيسا إن علاق إيه كفتن حارانا والله بارا إلهي باكوله كتابك القرآن كأه مركا حجابك أذحرنتي أيتها الأخت المسلمة إلهي دي آخرة هاكم شرفه عبتني عبت مسلمين تلاي هاستره دمركم مسلمين تلاي ها حفظه وحوين حجابك أذهونتهي إذ كدد انتهي وإن كل جحد الله بضاء الرموض أسترات يحشود وأهم كلمة دي شيخه جزاه الله خير وإنه قصوه الله إن أنت حجابين حجاب كي يقول نبك كي هاي وحي حتى سعود كي يقى إيه إلى لسا سعود كي يقى إيه إلى لسا وحي إلى لسا يعني إنا أني رقى إسكراها ظل بدون فائدة أنا أولاها ظل وحي إلى شتا مقعيقى
iyo ma garanaysaa sharafteeda iyo urdigeega ayay ilaalinaysaa hadaba maanta ayatul khawad waxaan ku noolahay cas waqti fitan badan oo qofka muumin soo naayo ilaahu diinta noo badbaadi ilaahu diinta noo hagaaji waxaan yadul maraya arimo dhowra oo xijaabka walaasha muslimada maanta horor ku ah aanu saan iqtiqaadsanahay in rumaysanahay ee aan magaranaysaa dabagal fara badan intaan aanan dalka iman aan ku sameeyey caalamin islaamika kul anuu ma arko uun meesha aan ku noolaho keliya ee waxaan caalamin islaamika kul waxa ku socdaa dagaal lagu hayo gabadha muslimada iyo xijaabkeega iyo asturaadeeda iyo xushoodkeega waa dagaal loo soo fikiray waa qorshe laga soo shaqeeyey waa makri la soo dabaray waxayna og yihiin haddii walaasha muslimada la fasahaadiyo hada almujtamac almuslim aynama kaan yanhaaru bilkuliya wuu dumaya wuu hurushoobaya waa gurigaa gubta weyaan haddii dhinaca dumarka laynaga soo maro haddii hablahayna laynaga soo maro mujtamaca muslimka ah arkaantiisii way duntay wuuna hurushoobay gurigii muslimku seeba xijaabka lagula dagaalamaya waxaa lagula dagaalamayaa awalan qabla kulli shay in si yaroo tartiib tartiiba loo bedelo xijaabka sharciga xijaabka sharciga in la bedelo imaka ma u fiirsateen gabadh le waxaan xiranay cabaayad baan xiranay haddana cabaayad u dhex furantay bartaa ka furantay soo garamaysiin oo markay ragga saa u qaabisho dee ninkii ilaahay ka cabsanaya odhanayaan acuudu billahi min ashaytaan rajiim dhinacaasun buu uga jeedsan soo garanmaysiin cabaayaddaasi waa khatar weeyaan waxaa daro hore aan idhi waxa lagu bilaabay sacuudigaa lagu bilaabay dalalka khaliijigaa lagu xigsiiyey ujeedadu waxa ahayd waxa laga dhigay faashin baa laga dhigay markii sacuudiga sagaashanadi baa lagu bilaabay sacuudiga way soo socotay ilaa xijaabkii sharciga ahaa iyo cabaayaddii asunneed ee jirka walaasha muslimada in maalinka maanta ah in asturayay waxa weeye maanta meesha marisa ilaahan baa og innagana way nagu socotaa waa waxa weeyaan waa xijaab faashinaysan ila inta laynoo yimaado la odhan maayo hableena in xijaabka sharciga ka daadiya ee tartiib tartiib ayaa laynoo soo geliya waa mid weeyaan talabaad waxa weeyaan culimaduna waxaan ilaahay ka baryaa inay meelo kaloo fogfog ay sii gaarsiiyaan wadaadana waan u sheegay waxay nagu soo badanayaa boodharka lagu dhejiyo meheradaha lagu dhejiyo oo waxa ku sawiran sawiro dumar ajnabiya oo tintoodu ay muuqato oo luquntoodu muuqato oo siday yihiin ilaahuun ogyahay imika halkaa station boliiska agtiisa markaad suuqii hoose saad ugu socoto masaajidka calamataan dhinacaad ugu socoto ee sheekh maxamed imaamka ka yahay waxa ku yaalla billboard baa ku yaalla weyn kombyuutar bay ku xirantahay waxbaa lagu xaysiinaya kul waxaa soo galaya kul waxaa soo gelaya waxa meesha ka soo baxaya iyo dumarka ajnabigee xayisiisada lagu xayisiinayo waa waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo addoomihiisa muminiinta midna aanay raalli ka noqon soo garamaysiin marka boodharkan meheradaha lagu dhejinayo waa ijraam waxa weeyaan waa fasaad ummadda la fasahaadinayo waa ishaacati alfaaxisha waxaan inantaa iree xijaaban maxaa loogu dhiiraginaa la leeyahay dee kuwaaba lamid noqoaadna iska tuur maxaa ku daday maxaa ku daday adiga waa dagaal xijaabka ku socda dagaal xijaabka ku socda waxaa ka mid a iyo asturaada koofishobyo lasoo abaabulay oo magaalada ka furan koofishobyada waxaad arkuun inamo iyo hablo laababtobiyo sita oo saa isku hor fadhiya soo garanmaysin waa xushoodkii baa la burburinayaa dee way fara badan yihiinoo wax maanta la tarin kara maaha laakiin waxaan u haystaa anigu waa ajando habaysan oo la doonayo in xijaabka iyo xishmada iyo xishoodka walaasha muslimada ah lagu baabiiyo haddaynaan ka hortegin oo inaan maanta iska qaban oo culimmadu ayna ka hadal waa laga hadla weeyaan ha in laga hadlo cidna loogu aaba yeela maaha waxaanu fasaadku wuxuu ku bilaabmaa wax yar buu ku bilaabmaa laakiin wuu sii socdaa ilaa uu dadkoo dhan wada gaaro intaas